السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظروف غامضة اختفى الشاب عزام نجل الداعية الإسلامي الكبير المعروف الدكتور الحبري يوسف نور الدايم عقب خروجه من منزله يوم السبت بأم درمان، وأعلن أقاربه على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الشاب المهندس والصحفي والرياضي عزام الحبري يوسف نور الدايم كان قد خرج من منزله بأم درمان منذ مساء السبت ولم يعد، وتم العثور على سيارته جوار كوبري السلاح الطبي. يعني تم العثور على سيارته بعد اختفائه يوم السبت مساء. وجدت أسرته السيارة بتاعته جوار أو جنب كوبري السلاح الطبي، والغريب إن السيارة كان فيها كامل مقتنياته، يعني كامل المقتنيات بتاعته كانت داخل السيارة. ويعني بعد ما انتهينا من موضوع بتنا عليا، قمنا حس خشينا في موضوع الشاب الصحفي عزام. يعني بصورة غريبة جدا جدا هذا الشاب تم اختفاؤه، تم اختطافه من داخل سيارته بجوار كوبري السلاح الطبي، وهو يسكن في مدينة أم درمان. والشاب عزام هو شاب طويل القامة أسمر اللون سليم العقل، وأسرته حقيقة بتناشد كل السلطات الأمنية والناس العاملين بالمستشفيات والأقسام وجميع المواطنين بتناشدهم في البحث عنه والتواصل مع أسرته في حالة وجود أي معلومة تدل على هذا الشاب، الشاب عزام ابن الداعي الكبير المعروف الحبري يوسف نور الدايم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشاب إلى أهله وإلى حضن أسرته، وهو شاب مهندس وزول صحفي معروف ورياضي. نسأل الله أن يعيده لأسرته الصغيرة ولأسرته الكبيرة، ونسأل الله أن يحفظ بلدنا حقيقة من هذه الفتن والحاجات الغريبة اللي بدأت تظهر الفترة الأخيرة دي.